أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم وحي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه، وحي به القلوب الميتة واشفي به الصدور الوغرة، واجمع به الأهواء المختلفة على الحق، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر. واجعلنا يا ربي من أعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك. وأنت يا ربي الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الشواهد القرآنية التي تدل على المهدي، على اليوم الموعود، على يوم الظهور، على عصر الظهور، على القيامة، على أشراط الساعة، على قيام الساعة. إذا الكلام كان تحت العنوان السادس، اليوم الموعود في القرآن. وصلنا انتهينا من الشاهد السابع عشر، دابة من الأرض تكلمهم. الآن ندخل في الشاهد القرآني الثامن عشر، الطبع والاهتداء والأشراط. الطبع والاهتداء والأشراط. قال مولانا الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وأن الكافرين لا مولى لهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كلوا واشربوا وتمتعوا في هذه الدنيا وبمغريات الدنيا، لكنكم تأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه، نحن نريد أن نخرج من هذه البحوث. المفروض أن يكون كل إنسان، أن يكون كل عامل يعمل لله سبحانه وتعالى، أن يجعل هذا القانون، أن يجعل هذا الدستور، أن يجعل هذه السنة الإلهية في إقامة البينة، في إقامة الحجة، في إثبات الحجة، في إلزام الحجة، حتى يكون كل إنسان على بينة من أمره، على بينة من ربه، على بينة من قضيته. إذن لابد أن نعرف الطريق الذي نسير فيه، لابد أن نصحح الأعمال. لا يوجد جهاد، لا يوجد صدقة، لا يوجد صلاة، لا يوجد صوم إلا بالبينة، إلا أن يكون الإنسان على بينة، إلا بالطريق الصحيح، بالرسول الصحيح، بالإمام الصحيح، بالعالم الصحيح، بالمنهج الصحيح، بالفكر الصحيح. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك
قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع إليك، لمن يستمع؟ يستمع للنبي، يستمع للرسول. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم. التفت إلى التدرج، إلى الترقي، إلى الازدهار، إلى العلو، إلى السمو. اهتدوا زادهم هدى، آتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. الحديث مع من؟ في عصر النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الصحابة، مع المنافقين الذين اختلطوا بالصحابة والذين يصدق عليهم عنوان الصحبة. يتحدث عن الساعة، يتحدث عن إتيان الساعة بغتة، يتحدث عن أن الساعة تأتي بغتة، يتحدث عن مجيء أشراط الساعة، فقد جاء أشراطها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظ، عندما نتحدث عن المهدي في القرآن نتحدث عن الساعة، عن أشراط الساعة، عن اليوم الموعود، عن عصر الظهور. هذا الحديث على نهج القرآن، على سيرة القرآن، على تذكير القرآن، على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على سلوك النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تحدث عن الساعة، حذر من الساعة، وتحدث عن أشراط الساعة، تحدث عن علامات الساعة، بل تحدث عن مجيء أشراط الساعة وتحقق أشراط الساعة. فعلينا أن نبحث عن أشراط الساعة، عن المدعين، عن الجهات، عن الفتن، عن الأفكار، عن المذاهب، عن الطوائف، عن الأئمة، حتى نقتدي بالصحيح، نقتدي بالقدوة الحسنة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. رأيت الذين في قلوبهم مرض، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سورة محمد، صلى الله على محمد وعلى محمد. أقول هنا تعليقات. أولا،
في مورد الخطاب أشار النص الشريف إلى الكفار المحاربين، ثم جاءت الإشارة إلى أصناف من الصحابة، منهم الذين أوتوا العلم، ومنهم الذين طبع الله على قلوبهم، ومنهم الذين اهتدوا، ومنهم الذين في قلوبهم مرض، وأيضا ذكر عنوان المؤمنون والمؤمنات. إذن ذكر عدة أصناف من الصحابة ممن ينطبق عليه عنوان الصحبة والصحابة: الذين أوتوا العلم، الذين طبع الله على قلوبهم، الذين اهتدوا، الذين في قلوبهم مرض، المؤمنون والمؤمنات. ثانيا قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا النص في سورة طه يشير إلى أن عنوان الاهتداء وصفة الاهتداء تأتي بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح. فما هو الاهتداء وإلى من يكون الاهتداء؟ إذن هذا في ثانيا قلنا قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن عندي توبة، عندي إيمان، عندي عمل صالح، بعد هذا الاهتداء ثم اهتدى. اهتدى إلى أي شيء؟ سنعرف هذا إن شاء الله ولو على نحو الأطروحة والاحتمال. ثالثا أقول بعد تحقق الاهتداء أيضا يوجد ترقي آخر، يوجد ارتقاء، يوجد ارتفاع، يوجد تجلي، يوجد عروج إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ثالثا بعد تحقق الاهتداء تأتي زيادة ومضاعفة فضل، تأتي زيادة ومضاعفة فضل ونعمة، فيزيدهم الله هدى ويعطيهم التقوى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا أين الشاهد؟ في الشاهد الذي نبحثه في هذا اليوم هو في سورة محمد صلى الله على محمد وآل محمد. إذن عندي صارت تسلسل وسلم الترقي وسلم الصعود. كيف؟ من أين يبدأ؟ يبدأ بالتوبة، توبة إيمان، عمل صالح، توبة وإيمان وعمل صالح، ثم اهتداء، وبعدها زيادة في الهدى، وبعدها التقوى، يأتيهم تقواهم. رابعا قال العليم الحكيم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يظهر من النص القرآني أن الله تعالى أخبر أن أشراط الساعة قد تحققت وتتحقق، وقد وعد سبحانه بأن تأتي الساعة بغتة على الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فإذا هم ينظرون تقوم الساعة عليهم. أقول يظهر من النص القرآني أن الله تعالى أخبر أن أشراط الساعة قد تحققت وتتحقق، وقد وعد سبحانه بأن تأتي الساعة بغتة على الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، فإذا هم ينظرون تقوم الساعة عليهم. وهذا المعنى لا نتصوره إلا إذا كان هؤلاء موجودين في عصر الظهور. وهذا المعنى لا نتصوره إلا إذا كان هؤلاء موجودين في عصر الظهور وقبيل قيام الساعة فتقوم الساعة عليهم. وهذا المعنى لا نتصوره إلا إذا كان هؤلاء موجودين في عصر الظهور وقبيل قيام الساعة فتقوم الساعة عليهم. ويستبعد أو لا يترجح القول بأن الساعة تقوم عليهم وهم في قبورهم، لأن حدث قيام الساعة يشمل جميع من في القبور حتى المؤمنين، فلا تبقى خصوصية للتهديد بقيام الساعة بغتة والوعيد بها للذين طبع الله على قلوبهم الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تبقى خصوصية لهذا، إذا قلنا تقوم الساعة عليهم وهم في القبور، لماذا هددهم؟ الساعة تقوم على الجميع، والتهديد أتى بخصوص الكافرين، بخصوص من آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقلنا لا نلزم المقابل، لكن نحن نأتي بمحتمل من المحتملات الذي أيضا نحن نطرح باقي المحتملات. عندما نأتي بهذا المحتمل لا نرفض باقي المحتملات، عندما نأتي بهذا التطبيق بهذا المصداق للمعنى لا يعني أننا لا نصدق بباقي المعاني بباقي المحتملات بباقي الأطروحات، لكن كما تطرح محتملات هذا من المحتملات يطرح معها. خامسا، تحصل بما سبق ولو على نحو الاحتمال والأطروحة أن الرجعة لا تختص برجوع طوائف من المؤمنين بل تشمل طوائف من الكافرين ليذوقوا عذاب الله تعالى ويقام عليهم الحد والقصاص. سادسا، من معاني الاهتداء هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت، من معاني الاهتداء هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، والاهتداء إلى الإمام ومعرفة الإمام عليه السلام. وعلى هذا يأتي احتمال، لاحظ نؤكد على أننا نتحدث على نحو الاحتمال على نحو الأطروحة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن قلنا بدون تكفير بدون سفك دماء بدون فحش بدون انتهاك أعراض وسلب ونهب الأموال والممتلكات. إذن أقول من معنى الاهتداء هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام والاهتداء إلى الإمام ومعرفة الإمام عليه السلام. وعلى هذا يأتي احتمال وترجيح أن حديث الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم كان عن ولاية أهل البيت الأطهار وعن الإمام وولاية الخليفة الإمام عليه السلام، ومن هنا جاء التصنيف القرآني للمشمولين بالخطاب، فقابل بين صنف الذين طبع على قلوبهم وبين صنف الذين اهتدوا. لاحظ عندما نتحدث قبل قليل ذكرنا قلنا عندنا توبة وعندنا إيمان وعندنا عمل صالح، بعد هذا يأتي الاهتداء. إذن عندما يكون الحديث في الاهتداء فقد سبق الاهتداء التوبة والإيمان والعمل الصالح، وقلنا الكلام مع من؟ مع صحابة، يتحدث مع صحابة يجلسون يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الكلام فيخرجون ويعترضون وينافقون ويجحدون ويكفرون. أقول ومن هنا جاء التصنيف القرآني للمشمولين بالخطاب، فقابل بين صنف الذين طبع على قلوبهم وبين صنف الذين اهتدوا. ففي تفسير قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى في سورة طه، أقول عن الطبري في تفسيره يقول الطبري وقال آخرون بما يقول سمعت ثابتا البناني يقول في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثابت إلى ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الطبري يعطي هذا الاحتمال، يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لاحظ ولاية أهل البيت سلام الله عليهم تأتي بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، فمن رزقه الله أن يكون في عائلة في مجتمع في مكان في أرض في ولاية تعتقد وتلتزم بولاية أهل البيت سلام الله عليهم بغض النظر عن عنوان تشيع أو تسمي شيعة أو سنة، فهذه نعمة من الله، هذا فضل من الله، فعلينا أن نشكر النعمة، علينا أن نلتزم بنهج أهل البيت، علينا أن نلتزم بالولاية الصادقة التي أنعم الله بها علينا، أن نكون زينا لهم لا شينا عليهم. باء عن القرطبي في تفسيره أيضا يقول وقول ثامن ثم اهتدى في ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قاله ثابت البناني. سابعا، إن طريق الإيمان والهداية والاهتداء والتقوى شامل ومستمر إلى يوم الدين، وهو يستلزم وجود الإمام الذي يتحقق به الاهتداء ثم زيادة الهدى والتقوى بتزديد الله ونعمه وفضله، إضافة إلى بقاء ودوام تشريع ولاية أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام إلى اليوم الموعود حتى قيام الساعة. أقول لاحظ ماذا عندي؟ عندي طريق الإيمان، طريق الهداية،
طريق الاهتداء، طريق التقوى، أقول بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، فعندي طريق أي طريق هداية، عندي طريق اهتداء وزيادة في الهداية وفي الاهتداء، والتقوى هذا الطريق، هذا طريق شامل، طريق عام، طريق مستمر إلى يوم الدين، وهذا يستلزم وجود إمام يتحقق به الاهتداء ثم زيادة الهدى والتقوى بتزديد الله ونعمه وفضله، إضافة إلى بقاء ودوام تشريع ولاية أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام إلى اليوم الموعود حتى قيام الساعة. وهذا بقاء التشريع يؤكد ما نقوله من أن طريق الإيمان شامل ومستمر إلى يوم القيامة. إذن أن طريق الإيمان والهداية والاهتداء والتقوى شامل ومستمر إلى يوم الدين، وهو يستلزم وجود الإمام الذي يتحقق به الاهتداء ثم زيادة الهدى والتقوى بتزديد له نعمه وفضله، ويؤكده أو إضافة إليه بقاء ودوام تشريع ولاية أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام إلى اليوم الموعود حتى قيام الساعة. يعني لما يأتي التشريع بولاية أهل البيت وباتباع أهل البيت وبمقارنة والإشارة إلى ملازمة أهل البيت للقرآن، ألا نحتاج إلى ملازم للقرآن في كل عصر وفي كل زمان، لوجود القرآن في كل عصر وفي كل زمان، فنحتاج إلى وجود الإمام، نحتاج إلى القرآن الناطق، نحتاج إلى المفسر للقرآن، نحتاج إلى من نرجع إليه عند الاختلاف. في صحيح مسلم فضائل الصحابة قال زيد بن أرقم: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. انتهى، مقتبس من صحيح مسلم. ثامنا يؤيد المعنى أعلاه ويؤكده نفس النص القرآني، ويؤكده نفس النص القرآني وإشارته الواضحة وتأكيده على مجيء أشراط الساعة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها. ومن أشراط الساعة المهدي عليه السلام، وهو الخليفة الإمام الثاني عشر من الخلفاء الذين أخبرنا ونبأنا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنهم من أهل بيتي ومن ولد فاطمة أو ولد فاطمة ومن ولد الحسين أو من ولد الحسن المجتبى أو الحسن العسكري عليهم السلام. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة أو ولد فاطمة، في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. ثانيا قال محمد السفاريني: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم، وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم، إلى أن يقول: وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين أيضا روي، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة في شرح العقيدة السفارينية ولوامع الأنوار البهية. في منهاج السنة قال ابن تيمية: وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ولفظ البخاري 12 أميرا، وفي لفظ: لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم 12 رجلا، وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. انتهى، مقتبس
من منهاج السنة لابن تيمية. اللهم اجعلنا من الذين اهتدوا لمعرفة إمام الحق والاقتداء به وبأهل بيته، واجعلنا يا ربنا من الذين زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم في عصر الظهور واليوم الموعود حتى قيام الساعة، وارزقنا شفاعة محمد النبي الأمين وآله الطاهرين عليهم الصلاة والتسليم، واحشرنا مع الصالحين، آمين يا رب العالمين. الشاهد 19، كلمة سبقت نقاط إلى أجل مسمى، كلمة سبقت إلى أجل مسمى. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا أيضا المفروض يكون له مورد، لكن ليس هو مورد الكلام الآن. إذن ما هو المورد؟ المورد هو كلمة سبقت إلى أجل مسمى. قال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت. هذا هو العنوان من هنا، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. كلمة سبقت إلى أجل مسمى، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. التفت جيدا، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لأنهم لا يعتقدون بها، يكذبون بها فيقولون أين الساعة لتأتي الساعة لينزل العذاب، والذين آمنوا مشفقون منها يخافون من الساعة، يخافون من عواقب الساعة، فماذا يفعلون؟ يتهيئون لها، يعملون من أجل الساعة، يستقيمون، يتوبون، يؤمنون، يعملون صالحا، يهتدون إلى الحق وطريق الحق وإمام الحق. يستعجل بها الذين يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن كان يريد حرث الدنيا، المنصب، الواجهة، السمعة، الإعلام، الفضائيات، الدولار، العمالة، السلطة، القوة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. لاحظ كل آية تصلح لأن تكون دليلا، لأن تكون شاهدا، وكل آية تعضد الآية الأخرى، تؤيد الآية الأخرى، تؤكد الآية الأخرى. مجموع الآيات، مجموع الشواهد القرآنية تعطينا قوة احتمالية كبيرة تصل إلى درجة اليقين بالاعتقاد بما يخص المهدي وظهور المهدي والإمام المهدي وطريق المهدي والهداية للمهدي والإمام المهدي وسلوك طريق المهدي، طريق الاستقامة والأخلاق والإسلام وطريق الآخرة. هذا المقتبس من سورة الشورى. أقول هنا أمور. الأمر الأول، اختلفوا في تفسير وتأويل الكلمة التي في تأويل الكلمة التي سبقت. إذن الأمر الأول، اختلفوا في تفسير وتأويل الكلمة التي سبقت، كلمة سبقت، كما اختلفوا في الأجل المسمى. فهل هي كلمة الله في الانتظار وعدم التعجيل إلى يوم القيامة أو المعاد أو يوم المنة على المستضعفين ويوم الوراثة والتمكين، أو أن المقصود انتظار كل شخص وقوم إلى اليوم الذي قضى الله به أن يعذبهم فيه فيكون لكل قوم أجل خاص بهم، أو إلى يوم بدر، أو إلى أن يخرج من أصلابهم أناس مؤمنون، أو هو مجرد إمهال وتأخير وعدم تعجيل غير محدد بغاية ووقت معين؟ وهل أنه سبحانه وتعالى سيقضي بينهم بأن يهلك الكافرين؟ وهل أنه سبحانه وتعالى سيقضي بينهم بأن يهلك الكافرين بالنار أو بالقتل أو الموت أو نوع آخر من العذاب؟ وهل الكلمة التي سبقت في الإمهال وعدم التعجيل في العذاب خاص بقوم معينين أو يشمل كل الأقوام؟ والأقوال والآراء كثيرة، ونحن نذكر ما ورد عن أهل البيت، عن أهل بيت النبوة والأطهار عليهم السلام كمحتمل، وأطروحة كباقي الأطروحات والمحتملات، ولا نجبر أحدا على قبولها، لكن نوصيهم بالإنصاف واحترام العقل والإنسان. يعني كما تطلع باقي المحتملات، وردت أيضا، ورد أكثر من احتمال عن أهل البيت، نذكر ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فيكون المعنى أنه لولا كلمة سبقت من ربك في خروج وظهور المهدي آخر الزمان وقيام دولة العدل الإلهية على يديه وانحسار الناس في فسطاطين، فسطاط كفر وفسطاط إيمان، فسطاط كفر لا إيمان فيه، ويكون فيه من سيرجع من الكافرين والمنافقين المشمولين بقانون الرجعة، وفسطاط إيمان لا كفر ولا نفاق فيه، ويكون فيه من سيرجع من المؤمنين المشمولين بقانون الرجعة، ثم يمكن الله فسطاط المؤمنين وقائدهم، ثم يمكن الله فسطاط المؤمنين وقائدهم المهدي ووزيره المسيح فيقضون على فسطاط النفاق، فعندها يملأ الله تعالى الأرض قسطا وعدلا، ويتحقق الوعد الإلهي في التمكين والوراثة التامة للأرض إلى أن يشاء الله. الأمر الثاني، كلمة سبقت، وردت الإشارة إليها في عدة موارد قرآنية، منها ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، في سورة الشورى كما قرأنا. إذن كلمة سبقت، وردت الإشارة لها في عدة موارد قرآنية، هذا المورد الأول في سورة الشورى وهو مورد الحديث. ثانيا، المورد الثاني، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، في سورة فصلت. وقال تعالى ولولا، هذا المورد الثالث، وقال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، سورة طه. مورد آخر، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سورة هود. ومورد خامس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. سورة يونس. المورد السادس: ولقد سبقت كلمتنا. هناك ولولا كلمة سبقت، هنا هذا المورد السادس: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين في سورة الصافات. الأمر الثالث نذكر فيه بعض ما قاله المفسرون في المقام. أولا: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب في سورة الشورى. أقول واحد أو أمر أول أو تسلسل أول في تفسير ابن كثير. يقول ابن كثير: ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بانتظار العباد إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا والآخرة. لاحظ، يعني لا يفوت هذا الأمر عندما نأتي بمعاني كثيرة بما ذكره المفسرون حتى نبين لكم كيف أنه يوجد احتمالات كثيرة ونحن نأتي باحتمال ضمن هذه المحتملات ونطلب من المقابل أن يكون منصفا ويقبل هذا على نحو الاحتمال، يقبله على نحو الاحتمال لا يقبله على نحو الإلزام ولا على نحو المعنى الواحد الذي يبطل باقي المحتملات وباقي المعاني، ليقبل هذا على نحو الاحتمال الضعيف على نحو القيل مهما كان مستوى التضعيف له. هذا هو الغرض من ذكر النصوص والشواهد والمصادق والتطبيقات والمعاني، فيرجى الالتفات إلى هذا الأمر. تسلسل ثاني في تفسير الجلالين: ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى يوم القيامة. تفسير الطبري يقول جل ثناؤه: ولولا قول سبق يا محمد من ربك، صلى الله على محمد وعلى محمد، ولولا قول سبق يا محمد من ربك لا يعاجلهم بالعذاب ولكنه أخر ذلك إلى أجل مسمى، وذلك الأجل المسمى فيما ذكره يوم القيامة عن السدي. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى قال يوم القيامة. تفسير القرطبي، تسلسل رابع تفسير القرطبي: ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العقاب عن هؤلاء إلى أجل مسمى، يقول قيل القيامة لقوله تعالى بل الساعة موعدهم في سورة القمر، وقيل إلى الأجل الذي قضي فيه بعذابهم. إذن هذا معنى وهذا معنى للأجل. ثانيا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سورة فصلت. نحن هنا سنذكر الشواهد القرآنية، الموارد القرآنية، ونذكر ما ورد فيها، بعض ما ورد فيها من تفسير. تفسير ابن كثير: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كذب وأوذي، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب إلى يوم المعاد. في تفسير الجلالين: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة. تسلسل ثالث في تفسير الطبري يقول: ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه فيهم أنه أخر عذابهم إلى يوم القيامة عن السدي في قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك قال أخروا إلى يوم القيامة. تفسير القرطبي: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي في إمهالهم، لاحظ هنا فقط إمهال، أخرى يقول للقيامة، أخرى سنعرف معاني أخرى إلى أن يحل عليهم العذاب الذي قضى الله به عليهم. إذن معاني كثيرة. إذن في تفسير القرطبي يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي في إمهالهم. يقول: وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة
إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. لاحظ خص هذا التأجيل بأي شيء؟ بهذه الأمة. قال لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم. بمعنى أنه باقي الأمم يعني يفصل بين العذاب وفترة العذاب وفترة التأجيل. باقي الأمم يقول أجلها إلى أن نزل عليها العذاب، وهذه الأمة أجل العذاب إلى يوم القيامة. إذن قال إذن القرطبي يقول أليف أي في إمهالهم، باء أي أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة وإلا لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم، وجيم جيم وقيل تأخير العذاب لما يخرج من أصلابهم من المؤمنين. إذن يعطي علة التأخير لما يخرج من أصلابهم من المؤمنين، إذا خرج من أصلابهم من المؤمنين فاستحق العذاب، فيوجد منهم من سيستحق العذاب في وقته في حياته في الدنيا لأنه انتهى خروج المؤمنين منه فيستحق العذاب لأن العلة انتفت فينزل عليه العذاب أو في القبر أو في القيامة. ثالثا قلنا كل نقطة هنا نذكر فيها الشاهد القرآني أو المورد القرآني ونأتي بتأويل أو تفسير المعنى بخصوصه. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. التفت جيدا هنا قال وما كان الناس، إذن الخطاب أعم من المجتمع المكي أو المدني أو مجتمع الجزيرة أو مجتمع أو عصر البعثة النبوية الشريفة، إذن عام يشمل كل الناس. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، سورة يونس. هنا أيضا تفسير ابن كثير وقوله ولولا كلمة سبقت من ربك أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه. وتفسير الجلالين ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم أي الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين. وفي تفسير الطبري يقول ولولا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوما إلا بعد انقضاء آجالهم، إذن هنا يقول الموعد ما هو التأجيل؟ انقضاء الأجل. يقول ولولا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوما إلا بعد انقضاء آجالهم يقول لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم وينجي أهل الحق، ويقول لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم وينجي أهل الحق. تفسير القرطبي ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، القرطبي يقول إشارة أليف باء وجيم إشارة إلى القضاء والقدر، أي لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضي بينهم في الدنيا. باء الكلمة ولولا كلمة الكلمة أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم القيامة، أن الله أخر هذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب في الدنيا، ومتى العذاب سيكون؟ أجل العذاب إلى يوم القيامة. هذه هي الكلمة. جيم الكلمة السابقة أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة وهو إرسال الرسل كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا زال الكلام في تفسير القرطبي. دال أيضا للقرطبي يقول الكلمة قوله سبقت رحمتي غضبي ولولا ذلك لما أخر العصاة إلى التوبة، أيضا لاحظ تأخير فقط إلى وقت التوبة يعني إلى أجل معين ليس يوم القيامة، ليس المقصود بأنه يوم بدر وليس الموت أو ليس الهلاك بالقوم وكل القوم، وإنما يقول فترة إمهال فترة تأجيل عسى ولعل تحصل التوبة. رابعا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى في سورة طه. هنا أيضا تفسير الجلالين ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك لزاما لازما لهم في الدنيا وأجل مسمى أي مضروب لهم. وفي تفسير القرطبي قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما قال قتادة أي لكان العذاب لازما لهم، وأجل مسمى فيه ألف وباء وأجل مسمى والمراد القيامة،
وقيل با وقيل تأخيرهم إلى يوم بدر. إذن أجل مسمى إلى القيامة، إلى يوم بدر، إلى الموت، إلى الهداية، إلى أن يتحقق عنوان الإمهال وعدم التأجيل، إلى أن ينزل الهلاك على القوم، إلى أن تنزل الآية بالهلاك، ونحن نقول إلى ظهور المهدي. ما هو الفرق بين هذا المحتمل وباقي المحتملات؟ لماذا لا يقبل هذا المحتمل كما تقبل باقي المحتملات؟ لماذا لا يطرح هذا المحتمل كما تطرح باقي المحتملات؟ وبتفسير الطبري القول في تأويل قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل وأجل مسمى، يقول تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد، إن كل من قضى له أجلا فإنه لا يخترمه قبل بلوغ أجله. وأجل مسمى يقول ووقت مسمى عند ربك سماه لهم في أم الكتاب وخطه فيه هم بالغوه ومستوفوه. هذا أليف في معنى الأجل مسمى يقول الطبري. وباء يقول الطبري عن مجاهد الأجل المسمى الدنيا، وجيم عن قتادة والأجل المسمى الساعة، لأن الله تعالى يقول بالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول واختلف أهل التأويل في معنى قوله لكان لزاما، فيطرح أليف وباء وجيم لكان لزاما يقول للازمهم الهلاك عاجلا، فقال بعضهم معناه لكان موتا، وقال آخرون معناه لكان قتلا. انتهى مقتبس تفسير القرطبي. التسلسل الرابع تفسير ابن كثير، ثم قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. التسلسل الرابع تفسير ابن كثير، ثم قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. ولهذا قال لنبيه مسليا له فاصبر على ما يقولون، أي من تكذيبهم لك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يقول كما جاء في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، كل منكم يشير بإصبعه، إنكم سترون ربكم كما ترون، إشارة إلى القمر، إن وجد وإن لم يوجد افترض القمر أمامك وترى القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إشارة أخرى لابن تيمية، هدية هذه للتوحيد التيمي الأسطوري، إشارة بالأصبع، هذا هو اسم الإشارة، إشارة خارجية، إشارة ملموسة محسوسة مرئية، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وقال، الكلام لابن كثير، ثم قرأ هذه الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم وأخرجه الإمام أحمد. ولا زال الكلام لابن كثير. وفي الحديث الصحيح إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر على منزلة الذي ينظر، لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين. يقول في الحديث الصحيح إن أدنى أهل الجنة منزلتين من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، ينظر إلى أقصى كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله
في اليوم مرتين. الحديث أخرجه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر. أقول هنا كلام في خطوات. أليف، نلاحظ أن ذكر التسبيح لم يقتصر على ما قبل الشروق وما بعد الغروب، بل ذكر النص الشريف أوقات أخرى للتسبيح، وقد استفيد منها أوقات الصلوات. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لكننا نلاحظ أن ابن كثير خص وقتي ما قبل الشروق وما قبل الغروب بخصوصية الاقتران بالرؤية والتجسيم التيم الأسطوري، وأتى بشواهد روائية لتأييد منهجهم الأسطوري التوحيدي. هذه الخطوة أليف. باء، خطوة الثانية خطوة باء: حسب مبنى ابن كثير ومنهج شيخ التيمية فإن الرؤية هنا ليست في المنام، بل هي رؤية عين، رؤية خارجية، كما ترون هذا القمر بعيونكم التي في رؤوسكم، ولا شك أبدا في هذا، فإنكم سترون ربكم كذلك بعيونكم التي في رؤوسكم، ولا شك أبدا في هذا. فهل يبقى مجال لإنسان غبي أو غيره يدعي أن المقصود رؤيا في المنام؟ ومما لا إنكار له ولا شك فيه أبدا عندهم أن الرؤيا في القيامة، أن الرؤيا في القيامة موجودة ومتحققة ومتجسدة، وتكون بالعين الجارحة التي في الرأس، وتكون الرؤيا حسب أحاديث مسلم والبخاري المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زورا وزيفا، وتكون الرؤيا حسب أحاديث مسلم والبخاري المنسوبة كما ترون هذا القمر أو كما ترون هذه الشمس. وإذا علمنا أن الخطاب عام للصحابة والمسلمين وأهل الجنة وربما لأهل الحشر جميعا، فإننا نتأكد أو نستظهر أن المنهج التيمي في إمكان وتحقق الرؤية بالعين في اليقظة في الدنيا لخواص من المؤمنين ممن يسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويصلي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حسب ظاهر الحديث المنقول وتفريعه الكلام بالقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، بمعنى أنكم إن فعلتم ذلك فإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وهذه الرؤية جزاء وإكرام لهم على ما التزموا به من تسبيح وصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وإلا فإن الرؤية في الآخرة مشمول بها غيرهم من الصحابة والمسلمين، حتى ممن لم يلتزم بالتسبيح والصلاة قبل الشروق الشمسي وقبل غروبها. وطبعا سيأتي وفعلا فعل التيمية فصلوا في الرؤية هناك في القيامة لدفع مثل هذه الإشكالات، ويأتي الكلام إن شاء الله في بحث التوحيد الأسطوري. جيم، الخطوة جيم: وهنا سيأتي جماعة الالتقاط من هنا ومن هناك فيفعل كما فعل ابن كثير، فيأتي برواية أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين. فيقول إن المقصود أن الرؤية تكون في الجنة، فهو جزاء وعطاء وإكرام للمسبح والمصلي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإنه سيرى ربه في الجنة مرتين في اليوم. الخطوة دال: ونرجع نسأل ونكرر السؤال دائما: ما هو الفرق بين الرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة؟ فهل الله وماهية الله تختلف في الدنيا عما هي في الآخرة، فيكون إله الأرض غير إله السماء؟ سبحان الله عما يقول المجسم الظالمون. قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الزغرف. وأيضا يعني الشيء بشيء يذكر الآن أتى في بالي أن أذكر هذا الشيء، أقول الواجب الشرعي والواجب الأخلاقي.
والواجب المجتمعي والواجب السياسي ومن الحكمة والعقل أن تلفت المقابل، أن تنبه المقابل، أن تهدي المقابل، أن تدفع التغرير عن المغرر بهم. هؤلاء المساكين، هؤلاء المغرر بهم من قبل أئمة التكفير، قادة التكفير الذين يفجرون أنفسهم بالأبرياء، بالأطفال، بالنساء، في الأسواق، في المساجد، في الحسينيات، في التكيات. لماذا يفجرون؟ لماذا يتسابقون إلى التفجير؟ لوجود هذه الروايات، لوجود هذا الأصل التكفيري، لوجود هذا المنهج الذي يزق هؤلاء ويغرر بهؤلاء. فعلينا أن ندفع عن هؤلاء، لأن الخسائر المترتبة على تفجير أحدهم خسائر كبيرة في الأرواح من الناس الأبرياء، من المؤمنين، من المسلمين. فلا يأخذنا العناد والاستكبار والغباء والجهل عندما يأتي ذاك المغرر به، ذاك الجاهل، ذاك المسكين، عندما يقرأ عليه هذا الحديث، عندما يقال له بأن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندما يقرأ ويزق الإنسان الجاهل بهذا المعنى ويزق بألوهية وربوبية الشاب الأمرد القطاط الجعد الذي يرى الآن، نقول الذي يرى في المنام معهم، نقول يقولون يرى في المنام. الآن اسألوا عن ما يحصل للإنسان وما هي أسبابه وما هي مناشئ الرؤية وما يحصل للإنسان من أحلام ومن معاني في المنام، من أين تأتي هذه؟ فإذا هذا يفكر بالشاب الأمراد القطاط الجعد، يفكر بربه، يفكر بإلهه، يضع له صورة، يشبه الإله بزيد أو بعمر من الناس، ويسعى لأن يرى الإله في المنام، فكم مرة منهم سيرى ربه؟ كم مرة منهم رأى ربه؟ كم مرة منهم كاشفه الجن بصورة هذا الشاب الأمرد وأعطاه التعليمات في التفجير وأراه وكشف له زيفا الجنة والنساء والأزواج والنعيم والخدم والسرر والنعيم في الآخرة؟ يفجر أو لا يفجر نفسه؟ بالتأكيد سيفجر نفسه. فإذا كان الإله بهذه الضحالة يأتي في المنام على هيئة شاب يقضي معه الليالي والأيام، زيد وعمر من الناس، شيخ الضلالة فلان وشيخ الضلالة فلان، فاقرأ على الدنيا وعلى الإسلام وعلى الأديان السلام. إذا كان هذا الإله ويأتي في المنام لكل من هب ودب، فلماذا لا يفجرون أنفسهم هؤلاء؟ هؤلاء قد غرر بهم. فعلينا أن نسعى على نهج النبي، على نهج أمير المؤمنين، على نهج الصحابة، نأمر، ننهى، ننصح، عسى أن يهتدي هذا أو يهتدي ذاك. خامسا، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. سورة هود. في تفسير الجلالين، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب وجزاء الخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه. تفسير الطبري، ولولا كلمة سبقت من ربك يقول تعالى ذكره، ولولا كلمة سبقت يا محمد من ربك بأنه لا يعجل على خلقه العذاب لكان يتأنى حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي تفسير ابن كثير قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، قال ابن جرير لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. هذا أليف. قال ابن جرير ولولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. باء، ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي تفسير القرطبي وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك الكلمة أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح، ولولا ذلك لقضى بينهم بأن يثبت المؤمن ويعاقب الكافر.
ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثبت المؤمن ويعاقب الكافر. لا زال الكلام للقرطبي أليف. قيل المراد بين المختلفين في كتاب موسى فإنهم كانوا بين مصدق وبين مكذب. باء. وقيل بين هؤلاء المختلفين المختلفين فيك يا محمد صلى الله على محمد وعلى محمد بتعجيل العقاب، ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. أقول إن هذا المعنى القرآني يشهد على أن القانون الإلهي في المنع على المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين لم يتحقق في قوم موسى مورد الخطاب. إن هذا المعنى القرآني يشهد أن القانون الإلهي في المنع على المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين لم يتحقق في قوم موسى مورد الخطاب القرآني، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في سورة القصص. إذن عندنا خامسين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. هنا يقول قوم موسى والأقوام في وقت موسى في عصر موسى عليه السلام أيضا شملتهم أو شملتهم كلمة الكلمة التي سبقت. إذن قلنا خامسا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. هنا يتحدث عن قوم موسى، عن الأقوام في عصر موسى عليه السلام. أيضا شملتهم كلمة سبقت، هذه الكلمة التي سبقت تشمل قوم موسى عليه السلام. إذن أجلوا إلى حسب المعاني أجلوا إلى يوم القيامة. إذن لم يفصل بين المؤمنين والكافرين، لم يقضي الله بينهم وإنما أجل القضاء إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن قانون المنة لم يتحقق في قوم موسى، لا يشمل قوم موسى، وإنما كما بينا وكما احتملنا وكما طرحنا مطروحة بأنه خاص بالإمام المهدي عليه السلام. إذن أقول إن هذا المعنى القرآني يشهد على أن القانون الإلهي في المنة على المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين لم يتحقق في قوم موسى مورد الخطاب القرآني، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلو كان قد تحقق ذلك فعلا لتحقق القضاء الإلهي بينهم، ولكان الله تعالى قد قضى بينهم في ذلك الوقت وقت المنة والإمامة والوراثة. وهذا يعني انتفاء هذه الآية، وهذا يعني انتفاء هذه الآية وبطلانها والعياذ بالله، حيث تتحدث عن تأجيل القضاء بينهم بسبب الكلمة التي سبقت من ربك. وبعد ثبوت الكلمة التي سبقت في تأجيل عذابهم إلى يوم القيامة، وبعد ثبوت الكلمة التي سبقت في تأجيل عذابهم إلى يوم القيامة، فإنه يبطل القول بتطبيق السنة الإلهية في المنة على المستضعفين في بني إسرائيل. فما تحقق لهم ليس تطبيقا لقانون المنة والوراثة الإلهية، فما تحقق لهم ليس تطبيقا لقانون المنة والوراثة الإلهية، فلا يبقى أطروحة معقولة في تطبيق المنة والإمامة والوراثة الإلهية إلا اليوم الموعود والمهدي الموعود عليه السلام. ولا بد من رجعة أولئك القوم والأقوام المستضعفين الذين وعدهم الله تعالى بالمنة وإمامة وخلافة ووراثة الأرض، كما أن المعنى لا يقتصر على قوم موسى عليه السلام بل يشمل جميع الأقوام، كما أن المعنى لا يقتصر على قوم موسى عليه السلام بل يشمل جميع الأقوام عبر التاريخ، حيث جاءت خطابات قرآنية عامة كاستخدام عنوان الناس، كما في المورد السابق قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.